أهلا من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين. بعجلون المجتمع المحلي هنا كان يحلم وتحقق الحلم. الحلم متمثل بمركز للتربية الخاصة أطلق عليه اسم الكرامة. هذا المركز حقيقة يعني فعلا يعني لما صدفنا جمعية كفرنجة التعاونية قالوا لنا انه قديهم مهتمين انهم يخدموا اهالي المنطقه بمركز للتربيه الخاصه حفاظا على وقتهم وحفاظا على جهدهم وصحتهم والخدمات التي تقدم لابنائهم، بدل ما يروحوا مشاوير شاقه لاربد مثلا لعمان المحافظات البعيده، لا يكون في بعجلون مركز متخصص بشتى اصناف التربيه الخاصه. بكل احوال اليوم رح نحكي عن هذا المركز، مركز الكرام، وايضا جمعيه كفرنجة مع الاستاذ مصطفى فرحات وهو رئيس جمعية كفرنجة التعاوني. أهلا وسهلا فيك. جمعية وادي كفرنجة للتربية الخاصة. للتربية الخاصة، أهلا وسهلا فيك أستاذ مصطفى. ست آلاء زغول، أنت يعني أخصائية سمع ونطق في هذا المركز. أهلا وسهلا فيك. ودكتورة نجود عناب هي أيضا يعني أخصائية تربية خاصة في هذا المركز، وهي بحد ذاتها قصة نجاح، يعني هي أيضا من اللي عانوا من الإعاقة وقدروا يتحدوا الظروف الصعبة. نعم. والحمد لله أنت أصبحتي تخدمين المجتمع. نعم. بهمتك وبتحديك للأصعاب، فأهلا وسهلا فيك دكتورة. أستاذ مصطفى، الحمد لله يعني الحمد لله. اللي حلمنا فيه سويا داخل. نعم. هذا الاستوديو. نعم. تحقق الحمد لله. نعم. ولا زال الحلم يعني خلينا نقول كبيرا، لأنه أهالي عجلون يستحقون كل الخير. تحكي لنا أول شيء عن الجمعية للناس اللي ما بيعرفوها، وبعدين عن مركز الكرامة أيضا وما تحقق فيه من حلم لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الجمعية كما تحدثنا في حلقة سابقة هي جمعية للتربية الخاصة، أسست عام 2011 وبدأ العمل فيها بجد وبنشاط بجهود الشباب والإخوان المتطوعين اللي بيحبوا العمل التطوعي. انتقلنا من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء وتأسيس المركز المتكامل اللي كنا نحلم فيه لخدمة فعلا كل الأشخاص المعاقين في المنطقة، وبالإضافة للمجتمع المحلي. طبعا بتألف هذا المركز حقيقة لمركز للسمع والنطق، مركز للعلاج الطبيعي، مركز للأسنان، عيادة أسنان بجميع. رائع. عيادة أسنان بجميع. شو هالشمولية الحلوة هاي. يعني حتى المعاق أو الشخص اللي صاحب الإعاقة ممكن يدخل على المركز، يدخل على أسنان، يدخل على علاج طبيعي، يدخل على التربية الخاصة اللي هي صعوبات تعلم، يعني كل التخصصات الموجودة إن شاء الله في هذا المركز. حقيقة بدأنا باستقبال الناس في بداية في يعني قبل أيام معينة، سجل في المركز حوالي 76 للمئة حالة الآن موجودة بتتلقى خدمات المركز، خدمات العلاج الطبيعي، في معالج طبيعي أخصائي على يعني موجود في المركز تقريبا 24 ساعة بيقدر يشتغل. أخصائي سمع ونطق، علاج طبيعي، تربية خاصة. احنا كل هذا حقيقة بنحب باسم كل اهالي عجلون وكفرنجي بالذات. لواء كفرنجي نتقدم بجزيل الشكر من الديوان الملكي العامر اللي قدم لنا هذا المركز كهدية لمجتمع عجلون. وخفف كثير من الجهد طبعاً. والمعاناة اللي بعاني منها الشخص المعاق. طبعاً إذا بده ينتقل من مكان لآخر لابد من بده يكون في شيء قريب عليه، يعني هم عندهم صعوبات ما يكفيهم. يعني إحنا يعني بنقول لمحافظة عجلون عام ولواء كفرنجي خاصة إنه هذا المركز بيستقبل كل الحالات اللي هاي اللي ذكرناها يومياً. أوكي. وراح يلاقوا خدمه مميزه الحمد لله. يعني انتم باشرتوا اعمالكم في مركز الكرامه تقريبا. نعم. انتم جاهزين لاستقبال. جاهزين. لكن الان احنا حقيقه يعني في اجراءات بسيطه كترخيص المركز وما ترخيص بدانا فيه إجراءات قدمنا اجراءات هي روتينيه اللي ان شاء الله راح ننتهي منها. طبعا هذا المركز في عدينا له مثلا كل شغلات الاشياء المريحه الموجوده بالاضافه الى ساحه عامه موجوده ملائمه جدا. طب انا بدي اسال آلاء من فضلك يا آلاء، يعني يبدو انه في شموليه زي ما حكى الاستاذ مصطفى في هذا المركز لحالات مختلفة، إذا الأسنان كمان موجودة يعني في. نعم. هذا المركز، وهذا شيء كتير كويس. السمع والنطق
انا بقول انت بجوز دائما بكون لما يكون في مركز بيفتح يعني هو بتلمس حاجات المجتمع وبالتالي على اساسها اما انه بيلغي تخصص ما او لا بالعكس بيعزز تخصص ما. هل في حالات كثير عم تتعاملوا معاها بهذه الاعاقه تحديدا اعاقه السمع والنطق تحديدا؟ اول شيء يسعد صباحك ويسعد صباح الوطن الجميل. صباح الورد. تمام هلا تمامين. هلا بالاعاقه السمعيه بمجتمع عجلون خاصة أنا اشتغلت قبل فترة بجمعية تانية كان في مسح ميداني للإعاقات الموجودة في محافظة عجلون. بصراحة أنا لقيت في أعداد كتير كبيرة بس العالم تخفيها بالبيوت ما بتطلعها بحجة إنه ما في مصاري ما في كذا. تمام فهلأ وكتبت ربنا وخلص بدناش نبلش يعني في شوية الحمد لله رب العالمين. عتب على الأهالي صار في يعني. مركز كامل متكامل في كفرنجة صار يخدم المحافظة بشكل عام. الإعاقات السمعية طبعا في الأهل ما بيعرفوا أنه مثلا طفل بيعاني من إعاقات سمعية إلا بعد ما يكبر الطفل بعد ما يفوت الفوت. هلأ في فحوصات مبدئية تجرى خلال مثلا المراحل الأولى للطفل خلال السنة الأولى من الولادة لحتى يحكي الكلمة الأولى. فهلأ الطفل الأم بتلاحظ عليه إذا الطفل ما حكى ما كاغى ما ناغى ما بيطلع مثلا على الصوت شوي تاخر يعني حكيه على السنتين ما عم يطلع مثلا صوت انه مثلا لما الباب يطبق بصوت عالي ما بنقز مثلا برافو هلا على الصوت على الكذا على السقف ما بيطلع الطفل بيكون عنده مشكله. الاهل ممكن يحكوا لك اوكي يمكن بيغرش يمكن كذا بس هو بصراحه ما بيغرش هو بيكون في عنده مشكله سمعيه بس الاهل عم يستنوا شوي وهذا التأخير مش من صالحهم ولا من صالح الطفل. هلا أول إجراء أنا بنصح فيه الأهل وستات البيوت وخاصة الأمهات اللي بتابعوا أطفالهم تلاحظ نمو طفلها شلون من خلال الأصوات اللي بتصدرها مثلا الباب الكذا التليفون. هلا مدام في مركز مثلكم أنتم بتساعدوا إنه يعني تقدموا المشروع. أنا بشجع الأمهات إنه يلاحظوا على أطفالهم يتجهوا مثلا زيارة المركز للفحص يعني بالضبط اللي شايفة في شيء مش طبيعي هاي آلاء موجودة الشباب المختصين موجودين وإحنا عم نشوف مجموعة من الصور حقيقة لنشاطات هذا المركز نشاطات الجمعية أيضا ما شاء الله يعني واضح أنها كثيرة واضح أنها متنوعة أيضا. دكتورة نجود أنت أصلا مثال حي على حدا تحدى الإعاقة الحركية اللي موجودة عنده وقدرتي ما شاء الله توصلي لمرحلة الدكتوراه ولا وتسخري نفسك وخبراتك للمجتمع اللي انت عايشه فيه. ممكن شوي نحكي عن الشيء الشخصي اللي عانيتي منه يا نجود وبعدين ننتقل الان لهالثمره الطيبه اللي قدرتي انك تعطيها لمجتمعك. ايوه بالضبط. اول شيء يسعد صباحك. هلا يعني اكبر معاناه الانسان بتواجد فيها انه التنقل. احنا كنا نجد معاناه يعني انه المدرسة صعب تصلي بتعرفي مباني المدارس كلها بتكون على نظام الطوابق يعني كثير من الأطفال اللي كان عندهم إعاقة عقلية حركية خلص يضلوا بالبيت لأنه الأهل بخافوا أنه ابنهم يصير معه شيء شو هالغلبة يعني فهي. حرام فأهلي أنا بعثوني لمنطقة بعيدة بس عشان أدرس بعثوني للمفرق وأنا سكان عجلون بس إني عشان أتلقى تعليمي. هلأ أنا لما بالضبط ما مهيأ هلأ أنا ضل ببالي لأني عانيت لازم أدرس هذا التخصص وأقدم مساعدة عشان هيك يعني إحنا اشتغلنا على المركز وخلينا بنفس المنطقة لأنه إلى يخدم لأنه اللي بعاني من شغلة ما بحب الناس تعاني أبداً منها أبداً بالضبط. الاتجاهات كمان الأهالي كانت يعني إنه خلص عندي معاق بخبيه لأنه المجتمع أو بتعبش عليه زي الشخص اللي مش غير معاق ما بتعب يعني هلأ إحنا بالمركز شو بيحكوا لنا يعني شو بده يصير طبيب ولا مهندس بصير هم هيك ومهندس. الاتجاهات نعم. احنا اهم شيء نغير الاتجاهات المجتمع اتجاهات الاسره نحو الطفل المعاق بضل انسان هو وين ما نصل فيه ممتاز. هلا لو ما كانش يعرف حرفين وصار يعرف حرفين احنا بالنسبه لنا انجزنا طبعا عم تشتغلوا من خلال المركز على هذا الهدف اللي هو توعية المجتمع تغيير الاتجاهات يعني عم تشتغلوا مثل محاضرات توعوية زيادة توعية للمجتمع بهذا بالضبط. هلا اول شيء لازم يكون عندنا اجتماع لاولياء الامور عشان إيش نحكي لهم إنه هذا قد نصل به إلى أعلى مستوى نعم. يعني عنده إعاقة سمعية بدخل الجامعة طبعاً نعم. عنده إعاقة مثلاً شلل دماغي نفس الإشي يعني هم الأهل خلاص بيحكوا لك حد معين بدي يقرأ ويكتب
هذا خطا طبعا. الحلم ابعد بكثير للشخص المعاق. وانت دكتوره وانا دائما بحكي لهم انه هيني مثال هيني انا طالب وجود الدكتورة. شخص مثال قدامهم حي قدامهم بشجع. اكيد بشجعهم. بالضبط. مهندس مصطفى عشان احنا مش كثير يعني معنا كثير وقت، شو الرساله اللي بتحب توجهها من خلالك لمجتمع عجلون ولاخرين بتحب توجه لهم رساله ايضا؟ والله أحب الرسالة بشكل عام هي رؤيتنا ورسالتنا، طبعا عرضت الرؤية والرسالة للجمعية من خلال المونيتور. الخدمة العامة بالدرجة الأولى، خدمة الأشخاص ذوي الإعاقات، هذولا يجب أن يكون في لفتة من المجتمع حتى بشكل عام لهؤلاء الناس لتغيير المفاهيم، بعض المفاهيم اللي حكتها الدكتورة هاي المفاهيم يجب أن تتغير في جميع المناطق. صح الآن جزء بالمدن يختلف، بالمدن الكبير بيختلف بعض الأشياء، لكن بالأطراف بالقرى بالأرياف بعد لسه بده شغل لسه في اتجاهات سلبية. طبعا احنا من خلال الجمعيه حقيقه كما حكيت لك المره الماضيه، احنا في عندنا فريق متكامل من الاخوه والاخوات المتطوعين اللي ساعدونا للنهوض. طبعا حكيت لنا انت بالحلقه الماضيه كان لكم من المجتمع المحلي، شيوخ عجلون، الناس المهتمه، الناس الان بس في اضافه جديده اضفناها اللي هي مجلس، عملنا مجلس اخر، مجلس قيادات نسائيه اسمه مجلس، والدكتوره نجوتي مقرره المجلس. هاي القيادات النسائيه من الشخصيات المؤثره بالمجتمع من جميع نسائية ورجالية لخدمة عجلون. شكرا لكم الأستاذ مصطفى، شكرا آلاء، شكرا دكتورة نجوم. نقطة واحدة حقيقة، احنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. احنا في الأمس كنا نحضر بالبرنامج، حضر لنا شخص وتبرع بدلهم أرض للجمعية للبناء، بارك الله، وهو الدكتور علي فرحان بن سلمان، وحتى اعطاني رقم القطعه موجوده. رقم القطعه الله يعطيه واحنا بنوجه له الشكر حقيقه. شكرا جزيلا استاذ مصطفى، شكرا آلاء، شكرا دكتوره نجود. واحنا يعني تستنوا نسرين لانه معاها كثير شيء حلو، اشغال يدويه رائعه بعد الفاصل.